بدأت تنكشف خيوط جريمة قتل الشاب إسماعيل رحمه الله. تم إلقاء القبض على الشاب مقرآن دهية اللي ظهرت في الفيديو وحرضت على قتله بقولها اذبح اذبح نحيل رأسه. اتضح أن الشاب إسماعيل كان على علاقة مع شباب من تلك المنطقة. أصدقاء من تلك المنطقة هم من حرضوا على قتله. من المحتمل أن الشاب إسماعيل كان على مقربة منهم ويعرف من كان يحرق الغابات، لذلك أرادوا التخلص منه. الشاب من المحتمل أنه يعرف أسرار المجموعة، ومن الممكن مخططات إجرامية أخرى. تم اختطافه أو استدراجه في سيارة إيبيزا لا تحمل لوحة ترقيم، وتم الاتصال بالشرطة ثم حشد الجماهير الغاضبة. عند القبض عليه تم استهدافه هو بالذات من بين 2 معتقل. تم التعرف على الفتاة التي قالت اذبح واشرب دمه. الفتاة اسمها مقرآن دهية، المهنة نادلة في بار بأسفون، تسكن في تيزي راشد. تم حذف حسابها على سناب شات الذي كان باسم دهية. تم إخفاء ملامح الفتاة لأسباب أمنية. الشكر يعود لبعض الشباب والمصالح الأمنية والتي تقوم بدورها في كشف المتورطين في الجريمة. ملاحظة مهمة، كل المعلومات التي وردت في هذا الفيديو هي معلومات تم جمعها من بعض الصفحات الكبيرة والمواقع الإخبارية.